في نجاحه وفي نجاح احمد زاهر كمان، والحاله اللي هو عملها ورد الفعل كمان على شغله. ومحمد رمضان رايك فيه؟ احمد زاهر اه فتحي، ما احنا الاثنين فتحي. قال لك اسوء، قال لك ابعد بقى عن فتحي خلاص الفتره اللي جايه. لا فتحي ده احمد زاهر مش محتاج حد يقول عليه، هو شاطر وفنان وجميل ومؤدب. انا ما اعرفوش برضه على المستوى الشخصي يعني، بس هو من الناس اللي انت تشوفها تفرح. صح. نظيف، تحس ان هو نظيف كده بره وجوه برضه، عارف، في ناس متصالح مع نفسه كده، جميل كده وشاطر. يعني في كل ده هو شاطر، هو بقاله كام سنه عمال يضرب في حاجات يعني، بصراحه شاطر. ان هو كل سنه محافظ على ان هو بيعمل بومينج، بوم بوم بوم، مفيش حاجه بتجلي منه ما شاء الله بقى، عشان ما احسدش الراجل. ورمضان بقى يعني ربنا يكرمه، الحمد لله اول مسلسل عمل شغل حلو يعني. ورحاب الجمل عمل شغل جامد جدا. ما انا والله ما كنت متوقعها يعني. يعني انا ما توقعتش ان الجمال والشطاره بتاعت رحاب الجمل، شطره جدا شطره جدا يعني، ربنا يكرمه. متحضر ليه جديد بقى الفترة اللي جاية، ولا الفترة دي كلها قاعدين بنتفرج على الحياة؟ بص لك ازاي؟ لا ما انا خلاص، هو مربوط لك انت ايه الجديد بقى؟ ولا مشغلوا لي الراجل. يعني انت عم صدره هيطلع من ده. لا هو ايه الجديد بقى الفترة دي؟ لا والله لسه، ما احنا لسه في حاجة، احنا لسه مخلصين ما شفناش اي حاجة. موسم بيان، قول يا رب. ان شاء الله. شكرا جدا يا داش، ودايما بالتوفيق. شكرا ليك والله. ماما تديني كام من ال 300 مليون جنيه ولا انت عايز كام؟ والله اللي انت يجي منك بقى. انت قول لي انت عايز كام؟ المهم نعمل شغل سوا، نعمل عصابة سوا. ده اللي يهمك. لا انا ما بطلعش بره عصب. لا بس انا اخش معاك، خدوا اعلامي في العصابه، انا المسؤول الاعلامي عن العصابه. استاذ انا صف الاول. انا معانا اتنين قاده، طلع عمر شوجر وسكر، في رئيس العصابه كامله ابو زكري. فاستاذن منهم بس خدوا ايه، واحد صاحبي يبقى معانا يا بالله. حبيبي كده مصطفى، الله يكرمك.